يو سلام خوت سلام حباب. اليوم فيديو جديد حلقه جديده. احسن حاجه ان شاء الله غتشوفوا معنا كيفاش كنوكلوا كليبات هنا في لاغاميل. وكتشوف شي اصدقاء كيوكلوا الكليبات ديالهم في لاغاميل. ملي كحط لي لاغاميل كيدور ليه كيبغي يعضو بواحد الطريقه عدوانيه، كيبغيش يخليه ياكل وهو مرتاح. يعني اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش توكلوا الكليبات ديالكم في لاغاميل وبلا ما يدور لك بلا حتى شي حاجه. عندي طريقه من طرق الخوت. قبلوا علينا ان شاء الله غتشوفوا معنا شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. وهذا الفيديو هذا ما كنتش بغيت نديرو، مي اليوم قررت نديرو. وسمحوا لي على التعطيل، هادشي دار كنت مريض واحد شويه، راكم عارفين بان هذا الجو هذا شويه مؤلم. وان شاء الله غتشوفوا معنا واحد لا فيديو اللي هي زوينه بزاف بزاف. تابعوني وما تزعفوش. يو سلام خوت سلام حباب. سمحوا لي هادشي دار على التعطيل. اليوم غنجيكم بواحد لا فيديو ان شاء الله زوينه بزاف، بغيتكم كاملين تتابعوني. وبالنسبه للناس اللي كيوكلوا كليباتهم كيبغيو يحطوا لهم لاغاميل، كيدور ليه بواحد الطريقه عدوانيه وما كيقدرش كاع يقرب لاغاميل ملي يكون كياكل الشيان ديالك، كيبغي يدور لك. هاد البروبليم كنشوفو بزاف عند الكليبات ديال المولوعين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تعالجوا هاد البروبليم هذا اللي هو خطير بزاف، وحاولوا تفاداوه بواحد الطريقه زوينه. كاينين جميع الطرق ان شاء الله، وغادي نوريكم واحد الطريقه من الطرق اللي ما غتبقاوش تشوفوا من كليباتكم هاد الموقف اللي هو صعب شويه. انا عندي واحد الكليبات تبارك الله، اش غنقول لكم، كنحط لها لاغاميل ديالها كدور ليا، كتبغي ما كتخلينيش نحط ايدي في لاغاميل، كنوحل معاها ما نقدرش نحط ايدي باي طريقه. ملي نحط لها لاغاميل ما نقربش حداها، واخا هكا كتبغي تعطني وكتبغي تنوض البلبله، مع ذلك هي كبرات عندي. مي اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ملي تحطوا لاغاميل الكلب ديالك ملي يكون كياكل في لاغاميل تقرب حداه ما يدور لك، ما تشوف منه شي لاكسيو اللي هو خايب، ما تشوف منه حتى شي حاجه اللي غادي تضرك من هنا لقدام. بغيتكم اليوم كاملين تتابعوني ان شاء الله، وديروا نفس الشيء اللي غندير مع الكليبات ديالي ان شاء الله. وان شاء الله ملي غديروا مع الكليبات ديالكم ما غتلقاوش بروبليم من هنا لقدام. تابعوني. كيفما كتشوفوا الخوت، انا وجدت لها واحد الوجبه ديالها اللي هي بنينه بزاف. درت فيها الكبده ديال الدجاج والقناصي وداك الشيء، درت فيها كاشار ودرت فيها الرز، درت فيها لاصوص. انا بالعاني بننت لهاد الوجبه هادي على اساس بغيتها ملي نحط لها لاغاميل ديالها ان شاء الله، بغيتها تزيد تغول عليا ودير لي داك الديكور اللي دات لي في الاول. حتى الا حطيت لها شي حاجه باسله غتبعكك عليا، غنحطها ليها على الاقل، ما غتصرفش بهداك لوجيست اللي انا بغيتكم نتوما تفهموا. على هذا انا بننت الوجبه اللي في لاغاميل دابا، وبغيتكم كاملين تتابعوا معايا ان شاء الله. غادي نوريكم كيفاش تحيدوا لي هاد البروبليم هذا، متبقاوش تشوفوا مع كليباتكم مشاكل بحال هكذا من هنا لقدام. اول حاجه كنحتاجو قرعه ديال الماء تكون في يديك، ولا كان عندك تيو فيه الروبيني بحال هكا مثلا، دير فيه الروبيني، دير الرشاش كيف ما كتشوفوا اخوتي، هذا الروبيني ديال الرشاش. ملي غنحطوا لي لاغاميل ان شاء الله غنحلوا الروبيني، اون فوا غادي يغول عليه الشيء ديالي غنشوف منو شي لاكسيو اللي هو انا ما عجبنيش، غنتصرف معاه هاد الديكور ان شاء الله. تابعوني، بغيتكم كاملين تابعوني وما نصافيوش. دابا غنحط لها لاغاميل. ديشكا ديشكا كيفما كتشوفو الخوت، ديشكا 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 ديشكا. كيفما كتشوفو كيفاش كتعامل معايا دابا الخوت، انا دابا غادي نزمطها وغنغلبها وغنكون انا الرابح. ديشكا ديشكا يلا يلا كارماي عرفتي يلا كار عرفتي. كيف ما كتشوفوا الخوت هيا خلاتني نقرب لاكاميرا عرفتي فوالا كبير كار غير با توشي غير با توشي غير كار با توشي ديشكا غير با توشي عرفتي عرفتي عرفتي. يلا تو با مونجي عرفتي بيبي كوش كوشي. كيف ما كتشوفو الخوت كيولي كطيح، يعني هاد البروبليم هذا كنشوفو عند بزاف ديال الناس اللي هو صعيب شويه
الا بغيتي تشوفوك اللي كتكون في واحد المستوى زوين ملي تكونوا كتوكلوا في لاغاميت يعني هاد البروبليم صعيب بزاف ما خاصش الكليب ديالك يتعامل معاك به. هذا هو الحل اللي قلت لكم كنشطروا بينه ولا قرعه الماء كتطلعوا الرشاش بحال هكا مونجي صافي بيان جونتي فوالا انا دابا وليت كنقيسها صافي سير فوالا بيبي جونتي سي بيان نيشكا فوالا كيف ما كتشوفوا صافي سير نيشكا اكسل جونتي فوالا بيبي فوالا 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 Voilà, voilà Nishka. Ça c'est super. Reste, pas touché. Reste Nishka. Nishka, reste. 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 Pas touché. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est super Nishka. Voilà. Voilà. Voilà, voilà Nishka. Voilà. Voilà Nishka. هذا هو الحل اللي غادي ديروا مع الكليبات ديالكم. ما يبقاش يتصرف معك بهذا اللوجيست هذا اللي كيدير دابا يعني هذا هو اصعب بروبليم كتشوفوه مع اكثريه ديال الكليبات اللي هو صعيب بزاف يقدر يؤدي لكم لهنا القدام شي حاجه اللي انت ما توقعتهاش منه من قبل يعني اللهم تفاداو هاد لي بروبليم خوتي تبارك الله عليكم الله يسخر على الجميع كاين واحد ابوني الجام اللي هي تحت كلشي هبط يتابونا الله يسخر على الجميع